مرحلة فريدة من الابتكار والإبداع بيترجم المجهود القوي اللي بتقوم به الدولة ومؤسساتها المختلفة المنوطة بالتعليم العالي في دعم البحث العلمي وريادة الأعمال. بالتأكيد المجهود ده كان وراه خطط وأهداف تم وضعها عشان ننهض بهذا الملف المهم وعشان نشوف ثماره في المستقبل إن شاء الله. عشان كده خلونا نرصد حصاد إنجازات التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023 مع ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. صباح الخير عليك يا دكتور وكل سنة حضرتك طيب. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ جمانة والطيبين وكل السيدات والسادة المشاهدين بخير. يا أهلا بيك. أكيد حضرتك متابع دلوقتي احنا معانا نموذج مهم جدا من المشروعات البحثية اللي فازت في مسابقة من المسابقات اللي نظمتها أكاديمية البحث العلمي، يا ريت حضرتك تكلمنا عن ثمار أنشطة البحث العلمي في مصر في عام 2023. يعني خليني أقول لحضرتك إنه بفضل ربنا إنه قطاع التعليم العالي أحد القطاعات الأساسية في الدولة التي حظيت باهتمام ورعاية القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وحاليا كما حضرتك بتشير بنحصد ثمار هذا الاهتمام. يعني مصر خلال الفترة الماضية على مستوى ملف الجامعات وعلى مستوى ملف البحث العلمي حققت قفزات الحقيقة كنا بنتمنى تحصل على أرض الواقع. شوف حضرتك مثلا بتكلم على تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي. مسألة التصنيف مرتبطة شد الارتباط باللي حضرتك كنت بتعرضه كأحد مشروعات الابتكار. البحث العلمي ليس مجرد دراسات بتنشر محليا، ولكن الحمد لله حققنا معدلات في النشر الدولي على مستوى الجامعات والمراكز البحثية. إذا كنا حضرتك بنتكلم على التصنيفات العامة زي التصنيف الصيني أو الأسباني أو الأمريكي أو الهولندي أو التصنيفات البريطانية، في تطور ملحوظ جدا سواء على مستوى تصنيف عام أو حتى على مستوى بعض التخصصات اللي فيها بعض الجامعات المصرية دخلت نادي المئة. نادي المئة بمعنى انه الجامعة في تخصص معين وصلت الى هذه المرتبة، بل ما هو اهم ان في بعض التخصصات وصلنا لاول 50 على مستوى الدولي. هذا لم يكن الفرق بل جاء من خلال تحفيز بيئة بحثية داخل الجامعات والمراكز البحثية، جاء من خلال دعم مادي، جاء من خلال تشجيع، جاء من خلال سنويا الجامعات بتعقد احتفالات للاحتفال بحول العلماء. النقطة الثانية حضرتك خاصة بالابتكار والبحث العلمي ودور الجامعات في خدمة المجتمع. البحث العلمي مش مجرد، ولكن وظيفته الأساسية إن هو يلبي احتياج ويواجه تحدي داخل الدولة المصرية. وده حصل حضرتك على مستويين، على مستوى التدريس بالجامعات وعلى مستوى البحث العلمي. على مستوى الجامعات عندنا حضراتكم إذا كنا بنتكلم على مبادرات مجتمعية مهمة زي حياة كريمة، إذا كنا بنتكلم على قوافل طبية، إذا كنا بنتكلم في كافة التخصصات، في كافة التخصصات الحقيقة اللي هي بتجوب مصر، إذا كنا بنتكلم على ملف محو الأمية، إذا كنا بنتكلم على الملفات اللي هي الخاصة بدور الطلبة نفسهم في المشاركة في هذه المبادرات، ده مشاركة مجتمعية في دور الجامعات. كنا بنتكلم على دور المستشفيات الجامعية في مشاركة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. النهارده كانت مستشفيات الجامعات بتستقبل 22 مليون مريض سنويا بتقدم لهم هذه الخدمة. فلم تعد المستشفيات الجامعية مجرد لدور في التدريب أو دورها للبحث العلمي، ولكن أصبحت تشارك وتدعم مستشفيات وزارة الصحة في هذا الدور المهم. الدور الاخر حضراتكم اللي هو الدور البحثي اللي بتقوم بيه اكاديميه البحث العلمي والمراكز اللي هي بتشجع على الابداع والابتكار داخل الوزاره، انه الدراسات وانه الابحاث تخدم قطاع الزراعه وتخدم قطاع الصناعه، وان البحث العلمي يقدم اضافه جديده. حينما يقدم البحث العلمي اضافه جديده احنا بنعتبر ان هذا الابتكار يحدث حينما يتحول الى منتج، هذا المنتج يستفيد من المجتمع او تفضل حضرتك. طيب دكتور في النقطه دي تحديدا زي ما حضرتك تحدثت، مصر دلوقتي قدرت انها بالفعل تتقدم في المراكز العالميه في مجال البحث العلمي تحديدا، ولكن عشان نقدر ان احنا نحول زي ما حضرتك قلت هذه الاوراق البحثيه لمشروع على ارض الواقع لازم يكون في مناخ مهيئ للباحثين ان هم يقدروا يحولوا مشروعاتهم لمنتجات بالفعل تكون موجودة وتقدر تفيد
مصر بشكل كبير. خليني أعرف من حضرتك أيضا الجهود المتعلقة بهذه النقطة تحديدا، وأيضا كمان الجهود المتعلقة بحماية الملكية الفكرية. يعني خليني حضرتك على أكثر من مسار. هذا السؤال المهم، هو البحث العلمي بيخدمنا فيه، لأن هذا هو السؤال الأهم. أن علمائنا والأساتذة والباحثين جهودهم البحثية تؤدي إلى ذلك في اتجاهين. الاتجاه الأول أن يتحول إلى ابتكار، وابتكار معناه منتج، والمنتج ده معناه إضافة للاقتصاد القومي. طبعا. وده اللي حضرتك شغل أكاديمية البحث العلمي من خلال براءات الاختراع اللي بتقدمها للباحثين لمنتجاتهم الجديدة عشان تعمل لهم حماية فكرية وتشجيع للشركات إن هي تبدأ الجزئية الاقتصادية. وده حضرتك حصل كتير جدا بنتكلم في مجال الزراعة، يعني أكاديمية البحث العلمي في العديد من المنتجات الزراعية الأساتذة قدروا إن هم يحددوا قفزات، يضيفوا قفزات. معانا مثال ونموذج دلوقتي في الاستوديو يا فندم. بالظبط زي ما حضرتك أشرتي، والحاجة يعني إذا كنا بنتكلم على الزراعة، إذا كنا حضراتكم بنتكلم على بعض المحاصيل الزراعية وإنتاجها يتضاعف، ده أحد النماذج. الحاجة الثانية المهمة جدا التعاون مع المراكز البحثية التابعة للوزارات في عمل دراسات مشتركة وبحوث مشتركة عشان يقدروا يعملوا مواجهة للتحديات اللي بتواجهها بعض المحاصيل الزراعية. الجديد حضراتكم احنا عملنا فكرة جديدة هذا العام خاصات 23. دكتور أيمن عاشور عمل حضراتكم مشروع اسمه التحالفات الإقليمية. التحالفات الإقليمية حضراتكم هنا 7 تحالفات إقليمية على مستوى الجمهورية، لكل إقليم جغرافي على حدة فيه تحالف. التحالف ده بيضم مين؟ بيضم الجامعة، المراكز البحثية، الشركات الصناعية الكبرى، عظيم، شركات الإنتاج الاقتصادي اللي هي داخل كل إقليم جغرافي على مستوى مصر. اللي هنا حضراتكم هدف التحالف إيه؟ إن أساتذة في الجامعة الباحثين مع شركات الصناعة مع رجال الأعمال يقعدوا مع بعض يشوفوا إيه التحدي اللي موجود في هذا المجال، وإزاي الجامعة تقوم بدور في مواجهة هذا التحدي. والأول مرة حضراتكم هنوفر، هيتم تشكيل مجلس تنفيذي أعلى. هذا المجلس التنفيذي الأعلى هيتولى أحد مهامه الأساسية مش بس الإشراف على هذه التحالفات 7، لتوفير التمويل للمشروعات البحثية الكبرى اللي تحل مشكلة موجودة داخل المجتمع. دي طبعا فكرة مهمة جدا يا دكتور عادل، انه دايما كان بيبقى عندنا افكار وابحاث محتاجينها تتنفذ، فكانوا دايما الباحثين يقولوا مشكلتنا في ان مفيش دعم مادي عشان نقدر ننفذ ده، احنا محتاجين مستثمر. فانه يتم ربط هذه المنظومة في شكل تحالف بحسب المنطقة، فالمصنعين يبقوا محتاجين حاجة معينة الباحثين يشتغلوا عليها، وأيضا الباحثين لو عندهم أفكار تبتدي تتنفذ من خلال المستثمرين والمصنعين. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، شكرا جزيلا لحضرتك.